انا جايه اثير الجدل واقولك ان احنا ما كناش نعرف كل انواع الشاي. بجيب كده كام ورقه ريحان على كام ورقه نعناع وبحطهم مع الميه والشاي يغلوا، وممكن واحده كده قرنفل يغلوا كده غلوه واشرب الشاي ده. قد ايه بيحسسني بالدفى. معلش انا عجبتني فكره ان انت بتشربي الشاي في ازازه البرفيوم بتاعك. دي ازازه برفيوم صح؟ جايبها منين بقى؟ عشان انا حلوه الفكره، يعني بدل ما كنت حطيتي كل الحاجات دي اللي هو الريحان والنعناع والقرنفل، هي اوريدي ريحه البرفان كانت موجوده في الشاي، فهو الشاي كارف كده كده مش هتفرق بقى تحط كل الروائح دي، ما في الاخر هو كارف. ودي بس عشان عايز اجرب الريحه دي، ان انا ولا اجيب اي ازازه عندي من البرفانات اللي عندي واكسرها كده واحط فيها الشاي هتاخد ريحه البرفان. انت جايبها من... انت بتعملي ايه؟ مش عندك كوبايه زينا؟ ما عندكيش كوبايه نبعت لك كوبايه. جديده الفكره، هي كرييتيف شويه. منتهى البساطه كنا نعرف الشاي براد الشاي المغلي، نحط الشاي على المية ونحط سكر على قد الكوبايات ونغلي المية بالشاي ويبقى شاي أحلى شاي مغلي. أيوة بس ده أنا كنت عارفه، أنت ما أضفتيش جديد. ونحط عليه ورقة النعناع، وطبعا نشيل الفقاقيع دي. هتقولي لي ليه؟ ما اعرفش بقى، بقول انتوا في الكومنتات. انا اصلا كنت بتفرج على الفيديو عشان عايز اعرف الفقاقيع دي بتاعت ايه. لحد دلوقتي احنا بنشيلها ومحدش يعرف بتاعت ايه، وعمالين نشيل فيها وكل الاجيال اللي بعدنا بتشيل فيها وبرضه ما نعرفش بتاعت ايه. طب ما جايز تطلع مفيده. لما طلع بقى جديد كده الباكيتات الشاي والحاجات دي، بقينا نعمل شاي كشري. الشاي البودره والسكر ونحط عليهم الميه المغليه، بقى شاي كشري. شاي كشري انت هتقولي لي عليه؟ طبعا عارفه، مش ده اللي موجود في محلات الكشري كلها، اللي هو بيبقى جنب الدقه ده دقه وشاي كشري، واحنا بنفضل نحط من هنا شويه ومن هنا شويه وبيبقى حرق موت. بقى هو ده الشاي المغلي والشاي الكشري. معلش احنا حتى لو عارفين الاثنين فايه الفرق ما بينهم؟ انا ما استفدتش حاجه، يعني هما ده شاي وده شاي وده نفس اللون وده نفس اللون، ايه الفرق؟ معلش عشان انا ما فهمتش برضه يا استاذه شوبه، فاهميني؟ ده اللي احنا كنا نعرفه. انما انت بقى كنت تعرفي ان في حاجه اسمها شاي ملكي؟ شاي ملكي ده اكيد ما كانش بيشربه غير الملوك، اكيد كان حاجه مهمه الشاي ده. بص يا ستي. يا ستي دي اخرتها، في رجاله برضه بتشرب الشاي يا ست شومه الله يسامحك. هتجيبي السكر وتجيبي ميه مغليه، هتغلي الميه لوحدها وتغلي شاي لوحده، هتنزلي بالميه المغليه على السكر وتدوبي السكر كويس قوي في الميه المغليه علشان نزود كثافه الميه، ونجيب بقى شاي مغلي جاهز من غير سكر وننزل عليه على المعلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فلما نعمل الحركه دي يبقى عندك طبقه من الميه تحت لونها اصفر كده فاتح، والشاي الاحمر مفصول فوق، هو ده الشاي الملكي. الله، هو ده الشاي الملكي؟ طب ما هو ده اللي احنا عارفينه، ما انت برضه حطيتي الشاي في الاخر على الميه، استفدنا ايه؟ بقى تحت ابيض وفوق احمر، استفدنا ايه؟ انا مش فاهم، انا برضه ده شاي. انا بقى هقعد اجيبها لك في الاتجاهات والعبها كل الالعاب علشان تشوفي اللي انا اقصده. بصوا من تحت لونها ابيض فاتح كده، وبعدين هتلاقي بعد كده تدرج كده اصفر شويه، وبعدين بقى الاحمر خالص بتاع الشاي. حضرتك انا مش مقدم في فنون جميله، انا بشرب كوبايه شاي، دي كوبايه شاي لازم تشربها 90 مره في اليوم، هيعملوا كده في كل ده كوبايه شاي، الوان ايه اللي هيدرجوها دي؟ انا لو شغال ديزاينر ما كنتش اهتميت بترتيب الالوان بالمنظر، دي كوبايه شاي. في شاي بقى اسمه شاي على ميه بيضاء. عارفه ده الشاي اللي ما بيكذبش، يقول لك تعالى نشرب شاي على ميه بيضاء عشان يبقى شاينا على ميه بيضاء. في القهاوي الشعبيه معروف عندنا في مصر اسمه شاي على ميه بيضاء. هو في ميه غير البيضاء؟ يعني لو في الوان تانية اكيد مش هنحطه على ميه خضراء، مش ميه تريداتير، هو مش بنشرب عربيه. بتحط الشاي وتغطيه بالسكر عشان الشاي ممكن يبرد. سوري. الشاي على ميه بيضه ده للناس اللي بيحبوا الشاي سكر زياده. هتغطي الشاي كويس قوي بالسكر وتنزلي بالميه المغليه على المعلقه زي ما انتوا شايفين. شفتوا؟ لا سحر ولا شعوذه، لا الشاي اتخلط مع الميه ولا اي حاجه. ايه ده؟ عملت شاي على ميه بيضه ازاي؟ ده الشاي طلع شفاف. انت بتهزري؟ ما هيطلع في الاخر شاي، ما هو ميه وسكر وشاي، طلع شاي. تعرفي كمان ان الشاي ابو حليب في دول الخليج بيعملوه شاي كرك؟ شاي كرك ولم يعد؟ سوري عيب. شاي كرك هو الشاي ابو حليب بتاعنا، بس عليه بقى شويه منكهات، زنجبيل، حبهان، قرنفل، وعود قرفه. انا حطيت الزنجبيل والحبهان والقرنفل في الصفايه دي، وحطيت عود قرفه وشاي مغلي، وبعد كده حطيت عليهم اللبن وهنسيبهم يغلوا غلوه، وبقى شاي كرك. لا بقى لا مؤاخذه، بقى شاي بلبن وانت حاطه عليه شويه حاجات، انت بتتعبينا ليه؟ ما هو شاي بلبن، شاي برضه في الاخر، ما طلعش حاجه جديده. شومه وحياه ابنك نبوت لا تقولي حاجه جديده في الشاي، انا مش لاقي حاجه جديده في الشاي. طب كنت بقى تعرفي ان في حاجه اسمها شاي بالفواكه؟ ده بقى من احلى انواع الشاي اللي ممكن تشربيها.
قشرة برتقال وحاولي تحافظي عليها وانت بتقشريها زي ما انا عملت كده، ولفيها وردة زي ما انت شايفة. هاتي فنجان حلو كده وحطي فيه وردة البرتقال وانزلي عليها بالشاي المغلي. عايزة اقولك ان انا راحة جاية اشرب في الشاي ده. اهو دي جديدة يا شومة، ما كنت قلتيها من الاول. ايوة كده، ايوة شاي بالبرتقال، انا ما عرفوش ده، دي جديدة بالنسبة لي، ادقها. في ديني كده، قولي لي ان في حاجة جديدة في الشاي، لكن جاي تقولي لي شاي خرجة وشاي مش عارف يا شومة. طعمه حلو قوي قوي، نكهة البرتقال كده خفيفة مع الشاي، تحفة بجد تحفة، وينفع بقشر التفاح، قشر الخوخ، شاي بفواكه. بصوا طعمه تحفة. اقولك على حاجة برضو، ما قصرتيش فيا لدرجة ان اشرب الشاي. انا ما بشربش الشاي ومش هشربه برضو، هفضل زي ما انا، ما اشربش الشاي، اشرب ازوزة انا.